لانفيتي كنا على النقبيلة على لانفيتي نتاعنا سي كمال عويجي اللي هو مدير مهرجان بانوراما الفيلم القصير. المهرجان هذا يصير سنة في دورته الأولى، مهرجان حاجة جديدة باش يكون فيه أفلام يعني من تونس وأفلام البرا من تونس وأفلام من الجزائر ومن بلجيكا. سي كمال ساعة قد منا روحك سي كمال قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع وتحكي لنا على المهرجان وعلى المحتوى نتاع المهرجان. صباح الخير. صباح النور سي كمال. صباح الحرية. صباح الحرية اي. كمال عميش اعلامي، اعلامي من اول وصحفي ودو قريت سينما وخرجت عملت اخراج درست 3 سنين وعملت اخراج كملت اخراج وعملت سوسه قصيره. هام السيفيات هام السيفيات وانت تفزعك علينا بزوز استرا. وي زوز استرا والله عندك الحق. تحس اخراج سينمائي معناها انت قريت ايه قريت عملت ستاج في التلفزه. ستاج في التلفزه تونسيه. لا قناة خاصة. قناة خاصة. مرحبا بك على كل سي كمال. انت اليوم جيت بحذانا باش نحكيو على مهرجان يصير سنة لأول مرة في تونس اسمه مهرجان بانوراما الفيلم القصير. المهرجان هذا المحتوى نتاعو باش يكون فيه معنا دي سبيسيالمون للأفلام القصيرة كو سوسوا دي دوكيومونتيغ والا معناها كور ميتراج. اعطينا فكرة على فكرة جديدة اوريجينال. قلت علاش ما نعملش أفلام تنقسم على نهارين. قلت نهار الاول يعني نهار الاول احنا ما كناش قلنا الدات نتاع المهرجان هما 3 و 4 3 و 4 ديسمبر 3 و 4 ديسمبر تنقول لمين البلاصه. خليها في الاخر هذيك سسبانس سسبانس اي باش الناس يقعدوا يستناو يسمعوا فيك حتى لين باش يعرفوا وين البلاصه باش الناس تمشي تتفرج وتتبع البرنامج نتاع المهرجان. قلت الافلام قلت خمم بالافلام وخمم بالاشرطه الوثائقيه بما انه الشباب ما مش حب عندهم انتاجات خاصه بالافلام الوثائقيه. قلت اذا كان باش نجيب افلام وثائقيه باش نجيب افلام قصار مش افلام قصيره مش افلام طويله. كي نجيب افلام طويله تولي نجيبوا محترفين مخرجين محترفين. قلت شباب علاش ما يجيبوش ما يعملوش مع الغد الشباب من الاول يكون بس من الاول اداب بغيتاب يكون يعني هوات 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 بالضبط ما اداب بغيتاب يكون قصير وبعد يكون طويل علاش ليه؟ اي يعني انت افلام كلهم او افلام وثائقيه الدوغي نتاعها مش باش تفوت نتاع 5 دقائق 10 دقائق ولا بتكون اكثر معناها فما 5 دقائق فما اكثر. الاختيار نتاع الافلام اللي انا شفته كان 12 فيلم موجودين في المهرجان هذايا، فما زوز افلام من بلجيكا فيلم من الجزائر والباقي افلام توانسه. الاختيار معناه سيغ كيل باسار كيفاش تم اختيار الافلام هذوما اللي هي باش تشارك في المهرجان؟ فما تعرف كل مهرجان نتاع سينما الافلام تكون مختاره تصير لجنه باش تختار الافلام اللي باش تشارك واللي باش معناها تدخل في المسابقه. عملت اختيار قلت بما انه على خاطر قاتلوش في الافلام قاتلوش اول حاجه قبل كل شيء قاتلوش في سبونسورينغ. سبونسورينغ هذاك تو نجيوها من بعد موضوع سبونسور وسبونسورينغ هذاك موضوع وحده نحكيو فيه من بعد. اما توا الباز تاع اختيار الافلام كيفاش تحكي خاطر مهرجان ناجح باش يكون نجاحه مربوط راهو بالافلام انها كيفاش تكون شنو نوعيتها. هي نورمالمون افلام تكون افلام محليه مش افلام دوليه. بعد فجأة جاو الافلام دوليا يعني كيف صار الكونتاكت مع الافلام الدوليه ما جاتش بالفيسبوك ديما يعني ولات ثورة تكنولوجية هذيا معناها عملت بيل كونتاتيخ وبرشا ناس بعثونا احنا عملنا السيليكسيون. اي سيليكسيوني كيف سيليكسيوني انت وحدك سيليكسيونيت ولا كنت معك لجنة؟ فما لجنة. شكون معناها اللجنة؟ الناس خبراء من السينما عليه باش نجم تقول من محبوس. استخبارات محبوس. الامريكية هي اي باش هما يعني هما تابعين انا هيكل ولا تابعين لا السينما توينسا معناها مخرجين مخرجين توينسا ما يحبش يقول لنا على هذا سر معناها سر ما يحبش ما يحبش يخرجوا كمال ما يحبش يقول لنا شكون اللي كان في اللجنه اللي تم باش يقولش عليهم باش تحملوا مسؤوليه يعني كي بالعكس يعني حاجه باهيه ليهم حاجه باهيه انك مهرجان حاجه جديده بالحق معناها نقولوا كلمه حق في الحكايه هذه انه المهرجان حاجه جديده الفكره مش خايبه حتى تعرف بالعكس فكره تتطور وفكره تنجم تنجح سوف كو كمال حسيت قبيله شويه يحب معناها من حكايه
حبيت انه شكون تم اختير على ان لجنه اعتمد باش اختار الفيلم انه يحب يمشي يزرب ويحكي على سبونسور وسبونسورينغ. نتعدي ونتجاوزوا حكايه الاختيار واللجنه والكل باش انت ما تقعدش فرحة. يعني في فرحه تنفس حسيته دونك نمشي ونحكي وانت قبيله حبيت تحكي على سبونسور وسبونسورينغ. اما تويكا نمشي ونسمع دافيد فاندي عدل موشتك على 97 اف ام. دافيد جيتاي وصلنا لل 19 دقيقة مكملين للعشرة في صباحك حرية. يلتحق بنا زميلنا بلال اللي هو في انت تحضر مع رامي في ستيفن. اي استنيني بعد شوية وردة معروفة انا وردة انت معروفة حسيل ومعروف ومعروفة برشا وبرشا جو وبرشا امبيونس توا فما في استوديو ما شاء الله الناس كل مشرفينا فرحانين بسي كمال وبالمهرجان هذا اللي في دورته الأولى باش يصير في تونس السنة نهار 3 و4 ديسمبر 2016. فيلم المهرجان هو مهرجان بانوراما الفيلم القصير. بليل قلت لي انت نحب ندخل نسال بحذاكم شويه اسئله لسي كمال على عجبتك ليدي نتاع المهرجان معناها عجبتني برشا حكيت ليدي هذيا وهو سي كمال حسيته معناتها في اقواله ما يحبش كما قلنا احنا يتسرح برشا معناتها ما حبش يدينا اسامي المخرجين ما حبش انا شويه ريلاكس ريلاكس على الاخر ريلاكس دونك ما خليها مفاجأة معناها على خاطر لجنة التحكيم ما حبوش هي لجنة التحكيم باش تكون نفسها هي اللي اختارت الافلام يعني اللي باش تتعرض في هما المخرجين اللي باش يحضروا ولا اللي باش تكون الهيئة الموجودة نتاع التحكيم هي نفسها اللي اختارت الافلام اللي باش تكون موجودة في المهرجان. الهيئة فما الهيئة موجودة فما الهيئة مش موجودة. باهي قداش من فيلم هما زي كمان؟ 12 فيلم 12 فيلم 12 فيلم معناتها 10 افلام تونسيه 10 افلام تونسيه و 3 افلام اجنبيه وتوانسه معناتها هذوما مثلوا فيهم ممثلين معروفين ولا هواد؟ كلهم هواد بلال كلهم هواد معناتها كيف اللي نعمل انا فهمت المهرجان هو بازي سيغ الهواد معناها مش فماش ناس بروفيسيونيل مش تاع نتصور معناتها المخرجين هواد زاد مخرجين هواد هذاك علاش ما حبيتش تقول على اسامي المخرجين خاطر هما هواد لا هو هي هي تقصد على مخرجين تقصد المخرجين اللي شاركوا في لجنة التحكيم في نحكي المخرجين اي هذوكم اي المخرجين اللي باش يشاركوا هما هواد المخرجين هواد لجنة التحكيم نحكي لك هواد زادة ولا معروفين؟ ولا معروفين معروفين لجنة التحكيم معروفين المخرجين هواد مش باش تقلنا عليهم عاطف بن حسين فؤاد لتاي برشا جميل الدخلاوي فما افلام هويت معناتها مخرجين هويت باش يحضروا في خليه بلال على راحته ما يحبش يقول تو نكتشفوا احنا اش مازال عليه المهرجان معناها جماعتين اقل حتى من السبونسورينغ اي يحب يحكي من قبيل يحب يحكي حسيتك انت تحب تسالوا على السبونسور والسبونسورينغ انت تفضل انت مالا لانسي تحب نتعدي تو السبونسور انا مثلا ما نحكيوش على السبونسور عندك انت معناها مشكله مع السبونسور فما راديو سي بارتنير معنا اي راديو سيس بارتنير احنا ما في المهرجان هذا دونك انت قبيله حسيناك اللي هكا السبونسور ما فماش دعم ما فماش شكون معاكم ما فماش شكون وقف معاكم ما فماش شكون عاونكم ما فماش دعم ما فماش شكون واقف معنا قدمت برشا مطالب قالوا لي قدمت برشا مطالب بربي نحب قالوا لي مسال بكري قالوا لي مسال بكري حدد لشكون المطالب تم تقديمها معناها اذاعه خاصه ما نجمش نقولها باش تدعمك اذاعه خاصه حبيت انت انك ان تعمل سبونسورينغ قلت لها يعني هي متعوده الاذاعه الخاصه هذه انها تعمل تعمل سبونسور قلت لها قالت لي بعث لي توسي سبونسورين وبعد احنا نجيبوك بعد كلموني قالوا لي مسال بكري قالوا لي مسال بكري ما جابونيش في كمال لا معنوي لا مادين معناتها بالحق مادين اي ما حتى بالكلام ما عاونوكش معناتها يقولوا نحن صبروك تو نعطيوك ولا كل لا ما قالوليش ما قال معناتها هذه تسمى لا معنوي لا مادين انا حاسس انا على خاطر قلت حاسس سبونسور باش نحطها على الفيش تاعنا فهمت باش نحطها على الفيش تاعنا باش نحط عندنا مستشارين سبونسور ومبارتنير الى غير ذلك معناتها فهمتني اما الحمد لله اللي راديو سيس عاونتنا وعطيتنا مبارتنير معنا وكل شيء معناتها معناتها حتى قناتهم عاونت وحتى
سبونسوري كان ريدوسيس. ريدوسيس لا وسط في التلسة ما لقيتش. انت كنت قبيلة اعلنت قلت لي المهرجان باش يصير في فضاء كارمن اللي هو معناه موجود في تونس. في تونس سونتر فيل تاع تونس. سي سيغ ما كانش معناها عندكم مصاريف عندكم باش خلصتوا معناها كريل تاع السالة. تاع البلاصة والكل والا كانت زاد هي هدية. هدية زاد. هدية. يعني باهي والعروض اللي باش تصير والكل من كيفاش باش تكون الحكاية؟ العرض باش يبدا معناتها باش نبداو مع مونت ثلاثة مونت ثلاثة تاع قرايين حتى السادة. لا ما بار هذاك خلينا من البرنامج تو نحكيو عليه نتاع الأوقات ونتاع الأيامات والأفلام. أنت جوست احنا السبونسور معناها المكان الفضاء خديتوه هدية والبارتنريا عندكم معناها إعلاميا معنا احنا وما عندكم شنية دعم آخر كيما قلت لك العرض معناها لي زيكرون والحكاية هذيك الكل كيفاش باش تكون؟ لا عند الفضاء. عند الفضاء زاد هو هم يتكلفوا كل شيء معناها دعم كان يظهر هنا دعم معنوي. انت قبيله سالته بليل من هنا دعم معنوي انه فما ناس تحب تنجح معناها مناسبات كيما هكايا وفما ناس تحب تدعم الشباب وتحب تموتيفيهم وتحبهم يقدموا. ما حاولتش انك تكون معناها عندك دعم من وزاره الثقافه ولا تقدم دوسير وزاره الثقافه؟ لا ما قدمتش على خاطر حاولتش باش تقدم. ما سالتش انه فما امكانيه والا ما فماش امكانيه؟ كنت نقدم دولي باش يطولوها اكثر باش يطولوها اكثر وقت. انت نقزت وزربت معناتها حبيت على الوقت واحد قديش تراوح الافلام الوقت نتاعهم قديش تراوح افلام؟ لا اللي كلهم ترازمة هذوم بين 0 20 دقيقة 20 دقيقة يعني اطول عرض باش يكون موجود في المهرجان. هذه الافلام هذوما كما قلنا 10 افلام توانسة، فيلم من الجزائر وفيلم من بلجيكا. من بلجيكا دونك باش يكونوا نهار 3 و 4 ديسمبر في فضاء كارمن في سنتر فيل. دونك نعملوا هكا احنا النداء نتاعنا من هوني للمستمعين كونوا ماذا بهم يحضروا بكثافه ويجيو ونحن باش نمشيو يعني بقدر اي باش نحضروا وباش نغطيوا الحدث هذايا وباش نتبعوا الشباب باش نحاولوا ندعموا الشباب زاد احنا حتى بالاعلام يعني كيفاش تعرف انت ساعات تشوف الفيسبوك زاد فيديوهات هكا والله بالحق نتفرج فيهم تقام 20 دقيقه وكل شيء يمثلوا مش نورمال تتعلم منهم برشا حاجات تلقاها فيديو صغيره وكي تتفرج فيها والله تتعلم منها برشا حاجات تتعلم منها برشا مساجات برشا مساجات تحفوني برشا وانا ناكد ونقول بالحق مشيو تفرجوا وحتى كان في على الفيسبوك تعرضكم فيديو ما تحقروهاش حلو تفرج ما تعملش الفيسبوك ولا سوبر معناها ماهوش خصائص بالحق سوبر مهم على الاخر وبرشا ناس تتشهر وقاعده تتعرف اترافيغ الفيسبوك. كمال تحب تقول حاجه؟ تحب تقول حاجه اللي بما انه تعدينا على اي قرطاج سينمائي اي باش تدخل في اي قرطاج مسرحيه علاش من تونس ما تعملش تظاهرات اخرى تونسيه لغايه ذلك؟ قلنا علاش علاش خممت فيلم قصير تفاعل كمال والناس تبعث لنا قاعدين يسالوا صباح النور يسرى وين وقتاش باش يصير العرض هذا؟ كيما كنت نقول لكم العرض هذا باش المهرجان هذا باش يكون نهار 3 و 4 ديسمبر في فضاء كارمن كل يوم العشيه ابارتيغ من ماضي 3 من ماضي 3 ل 6 من ماضي 3 ل 6 كل يوم يتم عرض قداش من فيلم؟ عرض ورا بعض يعني اللي يحب باش يعرف يدخل على الباج باش تعطينا اسم باج الفيسبوك كمال بانوراما سينيكور بانوراما سينيكور ولا تشوفوا البروغرام عندكم على الفيسبوك بانوراما سينيكور واحنا تو معنا الباج فيسبوك بانوراما سينيكور تنجموا تشوفوا البرنامج تاع المهرجان هذا نهار 3 و 4 ديسمبر كل يوم من ماضي 3 نتاع العشية تتفرجوا في الافلام الكور ميتراج والا دي دوك تتفرجوا فيهم ما بين معناها دقيقة و 20 دقيقة ديوغي نتاع من 0 حتى 20 دقيقة ديوغي نتاع الافلام هذوما. سي كامل سامحني بس بالتيكي وقداش خاصة؟ لا مجانا مجانا زاد والله ماشي انا فارس نمشيو نمشيو أنا ماشي يعني احنا بتبعتنا وقتها باش نكونوا موجودين في السنتر فيل مع راديو امل ان شاء الله. فما تظاهره زاده موجوده في سنتر فيل في النهارين هذوكم ما بلاصه هي ريتها باش تتعبى برشا لو عندنا في تونس وقتها راديو امل عامل ايفينمون والميس تونس عاملين ايفينمون زاده غادي في الواحد وعندنا زاده سي كمال وباش تربخ وزاده عندنا فما برشا اخرين برشا جو برشا امبيونس في السنتر فيل انا ماشي سي كمال انا ماشي سي كمال باش نتفرج غادي كيما كنت تقول بليل سيريوزمون كيما كنت تقول كور ميتراج باش نتفرجوا فيهم. فما كيما قلت انت قبيله دي فيديو يتعدوا على الفيسبوك ساعات يعدي لك ميساج اللي انت ما تتوقعوش على بالك ويقعد ومترسخ لك في بالك.
دونك نعاود نذكر تنجموا تلقاو البرنامج نتاع مهرجان البانوراما ذا الفيلم القصير على الباج نتاعنا الباج فيسبوك راديو سيس تونس والا على بانوراما سينيكور ولا بانوراما الفيلم القصير ولا بانوراما الفيلم القصير بالعربي. دونك نخلي لك سي كمال كلمه الختام كان عندك ما تقول ولا عندك ما تضيف لنا في حكايه المهرجان. هناك في الافتتاح وفي الاختتام عارف الموسيقى في التظاهرة في الليفيلمون باش نعملو الديبا بريزونتاسيون معناتها مع مخرجين وبعد باش يكونوا فما ديبا بعد العرس تاع الفيلم تشكل فيلم وإلى ان شاء الله الناس يجيو بالكثافه وعطينا احنا فوالا نعملوا احنا ابل لعبت كيما قلنا يرجعوا للي باش فيسبوك اللي قلنا عليهم ينجموا يلقاو البرنامج ولا الاوقات وانت كيما قلت معناها حبينا نقول مجانا فما ماكله ما شوش ماكله يجيك بالماكله ايه نحبوا بلادنا نحن ما كلكم بالتيفي بالهركمه وكل شيء التحدي اليوم شنو عملنا الهركمه تاو ما وصلت التونسي كي تقول له بلاش يقول لك برسمك زيد طيب لي شويه احنا كيك قاعد تجيب لنا ماك بلاش وزيد لنا ماك الناس الكل تجي تسد عليك اسف وقتها دونك هذايا كانت اليوم